خلينا دلوقتي نروح معاكم لمبادرة الحقيقة مهمة جدا. مستشفى الدمرداش التابع لجامعة عين شمس عمل مبادرة لتوزيع مضخات الأنسولين على الأطفال المصابين بمرض السكر. المضخات دي هي عبارة عن تقنية، يعني جهاز إلكتروني صغير في حجم التليفون المحمول، بيتعلق في ملابس الطفل وبيقدر يخزن كمية معينة من الأنسولين وبيتم ضخها في الجسم من غير ما يبقى فيه بقى حقن أو شكشكة للأطفال. طبعا عارفين كلنا حقن الأنسولين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة إيمان منير، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة السكر في مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير جمانة، وصباح الخير أحمد، وصباح الخير على السادة المشاهدين. يا رب يوم سعيد ومشرق يا رب. يا رب يا رب. طيب دكتور، خلينا كده في البداية نعرف من حضرتك إيه هي المضخات دي، هل هي مصنعة في مصر ولا بيتم استيرادها؟ يعني كلمينا أكتر عنها. أولا طبعا المضخات هي المضخة زي ما قلت هي عبارة عن جهاز إلكتروني صغير بحجم الهاتف المحمول، بيثبت في جسم الطفل. المضخة هي بتضخ الأنسولين على مدار 24 ساعة بطريقة هي أشبه بعمل البنكرياس الطبيعي، عشان كده احيانا بنطلق عليها اسم البنكرياس الصناعي. فده بيضخ الأنسولين على مدى 24 ساعة بالاحتياجات المطلوبة. في المضخات الحديثة الموجودة حاليا بتبقى مدمج معاها جهاز استشعار. جهاز الاستشعار ده الحقيقة بيقيس السكر في الدم وبيرسله كده عن طريق ناقل إشارة إلى المضخة، وهي بقى بتظبط جرعات الأنسولين أو تضخ جرعات الأنسولين على حسب الإقراءات المسجلة. الحقيقه يعني المضخه طبعا هي مصنعه في الخارج، مش في مصر طبعا بيتم استيرادها. في شركه الحقيقه بيتم بتستورد المضخات، هي الشركه الوحيده الموجوده في مصر، بس ما فيش داعي طبعا ذكر اسامي الشركات. فهي الشركه اللي بتمدنا بالمضخات الانسولين. طيب دكتور، عاوزين نعرف من حضرتك مين هم نوعيه الاطفال اللي بيتم اختيارهم لتوزيع هذه المضخات عليهم، وهل في دورات تدريبيه بتتعمل الاول للاهالي قبل استلام المضخات؟ هو طبعا لان المضخه الحقيقه يعني برضه هو فيها نوع من التكنولوجيا. فيعني هو اي طفل عموما اطفال مرض السكر هو ممكن يعني قابل ان هو يركب له مضخه الانسولين ده بصفه عامه، ولكن في بعض الاشتراطات او بعض الاحتياطات اللي احنا بناخدها او الشروط عشان نضمن نجاح استخدام مضخه الانسولين. وطبعا زي ما قلنا هو في قابليه اولا التعامل والتدريب على استخدام مضخه الانسولين، رغبه من الطفل نفسه والاهل طبعا تركيب المضخه وان هو يتحكم في مستوى السكر في الدم وتوفير حياه ومع الامانه خاليه من المشاكل والمتاعب. كمان يعني طبعا يكون في استقرار نفسي بالنسبه للطفل. ولازم الطفل والاهل يبقى عندهم قابليه طبعا ان هم يتعاونوا مع الفريق الطبي في المتابعه، وده شيء مهم جدا، المتابعه مع الفريق الطبي بخصوص مضخه الانسولين. طبعا احنا في دورات تدريبيه لازم بالنسبه للطفل وزوجيه اللي هم قائمين معاه على استخدام المضخه. ممكن طبعا على عده دورات تدريبيه، يعني الاول بنشوف يعني ايه قدره الاهل مثلا على استيعاب استخدام المضخه، وبنقوم طبعا بتكرار مزيد دورات عده مرات عشان نضمن استخدام السليم ومتابعه العلاج. طيب دكتور، يعني سعر المضخه الحديثه دي سعرها كام تقريبا؟ يعني هل هي غاليه؟ هل هي سعرها متوسط؟ والله احنا زي ما قلت كده سعر المضخه الحديثه اللي معاها ناقل اللي معاها الجهاز استشعار حديث او هو السنسور الحديث دي بسعرها حاليا 160,000. وفي الحقيقه برضه نوع طبعا برضه مضخات، وده نوع برضه جيد وممكن برضه معاه جهاز استشعار، وده سعره اقل يعني بيبقى ب 38,000 المضخه. برضه غالي. بدون الجهاز استشعار، و 55,000 دي الاسعار اللي بتوفرها لنا الشركه بالنسبه لعياده السكر في الدمرداش لغير القادرين، لكن هي طبعا اسعارها بيبقى اغلى من كده في الشركه نفسها. او للقادرين يعني. والمضخه بتكفي كام يوم تقريبا يا دكتور؟ يعني هل ليها مدة أو فترة صلاحية محددة؟ وهل في قطع بتتغير فيها ولا هي طبعا قطعة يعني لا بيتغير فيها، في هي جهاز اسمه هو الجهاز وادوات التشغيل اللي فيها بيبقى عباره عن انبوبه بلاستيكيه ومعاه كانيولا، دي بتتغير كل 3 ايام. في بقى سنسور اللي هو في السنسور الحديث ده بيتغير كل اسبوع. وطبعا بيبقى في ضمان لاستخدام المضخه، يعني ممكن استخدامها فتره طويله عده سنوات يعني. وفي طبعا
ضمان للتركيب ده لمده 4 سنوات وتغييب اي قطع غيار فيها، وطبعا كل ضمان مع الشركه، وهيوفروا لنا ضمان كويس جدا بالنسبه للشركه والتعامل معاهم، واي قدر الله عطل فيها ده بنكون طبعا باصلاحه مباشره يعني. طيب دكتوره، حضرتك قلت لنا الاسعار الحقيقه يعني الاسعار مش بسيطه خالص، خلينا نعرف من حضرتك يعني الوحده الخاصه بالاطفال الحديثه بالظبط، يعني عايزه اعرف من حضرتك هي الاسعار بالنسبه للجهاز الواحد او المضخه الواحده مش بسيطه خالص، عايزه اعرف من حضرتك الوحده الخاصه بالاطفال في المستشفى، يعني لو هنتكلم على المضخه او الجهاز مضخه الانسولين القديمه قد ايه، ودلوقتي كم طفل استفاد من المضخه الجديده؟ اول حاجه المضخه القديمه احنا برضه خدناها قبل كده في الاسعار، احنا معانا 65 طفل حاليا على المضخه القديمه، واحنا بدانا استخدام المضخه الحقيقه من سنه 2019 الحقيقه كاول مستشفى جامعي على مستوى جمهوريه مصر العربيه يكون بتقديم خدمه تقنيه استخدام مضخه الانسولين، والحمد لله معانا دلوقتي 65 طفل وعلى المضخه برضه القديمه، وفي نتائج الحقيقه جيده جدا معاهم في خلال المتابعه لمده دلوقتي على 3 سنوات، ودي برضه سعرها حاليا زي ما قلت لك اللي هو بيبقى 38,000، ومع استخدام الجهاز القياس السكر او الاستشعار بيبقى تصل الى 55,000، ده بدعم برضه من الشركه. وتحقق برضه الحقيقه نتائج مطلوبه كويسه. المضخات العشر مضخات الحقيقه تم تركيبهم حديثا، دول كان الحقيقه بدعم من جمعيه نهضه طب عين شمس، هم الحقيقه دعمونا بيها وبشكرهم شكرا جزيلا، ودي طبعا فيها تقنيات احدث يعني بحيث ان هي في تحكم مستوى السكر، بحيث ان هي بتقوم بضخ كميات الانسولين مع ارتفاع السكر وتقلل ضخ الانسولين مع هبوط السكر في الدم، بتصلح اي ارتفاع انها بتضخ كميات اضافيه، فدي الحقيقه في انذار برضو مع هبوط السكر، فدي طبعا فيها تحكم اكثر في مستوى السكر في الدم، ولكن مع ذلك المضخات القديمه برضو الحقيقه جايبه في معانا نتائج جيده جدا. نعم، يعني التكلفه كده يا دكتور المفروض ولي الامر ما بيتحملهاش. لا، ولي الامر ما بيتحملش التكلفه طبعا، لا يعني هو في البدايه يعني حسب في الدعم الاول ان احنا في شراء المضخه، وبعد كده بنوفر المستلزمات دي الشهريه ليهم مجانا يعني. يعني حتى القطع اللي هي اللي بتتغير الشهريه دي بتبقى بالمجان كمان. بالمجان طيب نقدر نقول ان المضخه دي بتحمي الاطفال من التذبذب؟ من ايه يا اسراء؟ من التذبذب. التذبذب طبعا في مستوى السكر، دي طبعا اللي هي معاها اللي هو جهاز الاستشعار، فبيبقى بيبين حسب مستوى السكر بيقوم بقى يا اما بضخ كميه اكبر او بضخ كميه اقل من الانسولين، وده بيحافظ ان ما يبقاش فيه تذبذب، لانه يعني كل الدراسات الحديثه اثبتت ان التذبذب ده اكثر خطوره، يعني التذبذب في مستوى السكر في الدم على مدار اليوم ده اكثر خطوره، وبيخلي الطفل اكثر عرضه للاصابه بمضاعفات السكر عن ارتفاع السكر ذاته او انخفاض، فالتذبذب ده بيبقى حقيقه يعني من المزايا المهمه جدا بالنسبه للمضخه اللي هي عدم التذبذب في مستوى السكر في الدم على مدار اليوم. طيب دكتوره، ايه اللي خلاكم ان انتم تتجهوا للمضخات الحديثه؟ حضرتك بتقولي ان المضخات القديمه بالفعل كانت جايبه نتيجه كويسه جدا، وحتى الان ايه اللي خلاكم تتحولوا للمضخات الحديثه خاصه ان سعرها مش بسيط واهميتها على المدى الطويل؟ فيها طبعا كل شويه في تقنيات حديثه في العلم، زي ما اقول يعني بقول لك طبعا هي حققت نتائج، بس طبعا مع المضخه الحديثه فيها امكانيات اعلى، فيها يعني برضه بالنسبه زي بقت بنقول عليها البنكرياس الصناعي دلوقتي، يعني خلاص بيبقى زي البنكرياس طبيعي في الطبيعي بالنسبه للطفل، بيحافظ زي الجسم كده الطبيعي بيفرز انسولين مستوى مثلا منخفض طوال اليوم مع الاكل، بيبقى فيه يفرز كميات اعلى من الانسولين، فده اللي هي بتقوم فيه المضخه الحديثه، فطبعا هي فيها امكانيات احدث من القديمه، وطبعا كل يوم في العلم فيه تطور وده على مستوى العالم كله، فاحنا يعني طبعا في تواكب مع استخدام التكنولوجيا الحديثه، وده بنحاول بيه نوصل طبعا للطفل السكري يعيش يعني حياه طبيعيه زي اقرانه، يبقى حياه يعني امنه خاليه من المتاعب من تحسين جوده الحياه، فدي الحقيقه نتائج مهمه بالنسبه لاستخدام المضخه. طبعا بجانب ان احنا نطمن على صحتهم ونطمن على مستوى السكر في الدم، وبنبقى قلقانين دايما لو لا قدر الله طفل عنده سكر، بنبقى دايما قلقانين لا يتعب، بنبقى قلقانين لا يلعب طبعاً، فمستوى السكر ينخفض، بنبقى قلقانين جدا، ده غير بقى طبعا الحقن، وطبعا طبعا والالم بتاع الحقن المتكرر بالنسبه للانسولين، والمضخه الحديثه كمان فيها ميزه ان هي بترسل يعني بترسل المعلومات اللي هي عن طريق يعني ممكن نقل المعلومات من الجهاز الاستشعار الى
للموبايل مثلا او اللابتوب مع الاهل او مع الطبيب المعالج، طبعا يعني بكل تأكيد. كل المعلومات. فدي برضو ميزه غير متوفره في المضخه القديمه، يعني مفهوم يا ممكن فندم، مفهوم الطبيب طبعا. عن بعد او الاهل بيشوفوا بالظبط ايه اللي بيحدث، يعني بيشوفوا مستوى السكر عند الطفل ايه دلوقتي، ايه جرعات الانسولين اللي ضاقتها المضخه، هل في اي هبوط في اي ارتفاع. فدي برضو تقنيه مفهوم طبعا طبعا يا حديثه فندم، جدا. اكيد. نشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتوره ايمان منير، استاذ طب الاطفال ورئيس وحده السكر في مستشفى الاطفال بجامعه عين شمس.